انا معايا على التليفون دكتور احمد اشرف. يا دكتور احمد اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي سيادتك؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. اولا انا بشكرك جدا وبشكر فريق اعدادك الرائع المحترم اللي دايما بيهتم بالتفاصيل الطبيه الخاصه باللاعبين، مش مجرد من بقشور، لا بتفاصيل التفاصيل. الحمد لله. بشكرك على المقدمه اللي حضرتك قدمتها ودخلت في تفاصيل دقيقه جدا ممكن ما يهتمش بيها الا شخص فاهم انعاش قلبي يعني ايه. يعني ايه ان ثانيه، كل ثانيه في حياه هذا اللاعب مهمه جدا. التفاصيل اللي حضرتك كلمتها اللي انت عرضتها دلوقتي حاجه فعلا دقيقه بتدل على وجود منظومه مكتمله. اتمنى ان هي تكون موجوده كمان عندنا هنا في ملاعبنا. الرياضه ما بقتش مجرد لعبه او لا، ده بقت استثمار، ليست استثمار فقط للاعب او للنادي، لا للدول. فاللي حصل النهارده ده حضرتك لما جبت منظر اللعيبه الجماهير دي فاجعه كبيره قوي. صحيح. الناس كلها كانت شوكت ان انت لعيب المفروض نظريا ان هو سليم، المفروض ما يحصلوش حاجه في الملعب، فجاه لو شفنا اللقطه في الاول لقيناه بدا يترنح وفجاه وقع على طول، وقع لحظه واحد جميل. والكلمه اللي حضرتك قلتها الثقافه الطبيه مش فقط للطاقم الطبي، للعيبه نفسها، ان لما واحد زميلهم يقع في الملعب يتصرف ازاي بحيث لغايه ما يجي الطاقم الطبي ويتولى هو المسؤوليه ويمشي على حسب الجايد لاينز والتوصيات العالميه في التعامل. طيب. مع عايز اسال حضرتك بقى وبحكم التخصص يا دكتور، ايه اللي في المشهد ده حصل؟ هو طبعا العنوان اللي احنا يعني كلنا اطلعنا عليه ان هناك لاعب تعرض لسكته قلبيه، ما هي مسببات السكته القلبيه؟ واللعيبه دي لعيبه على مستوى عالي جدا، يعني بتعمل لها فحوصات وكشوفات طبيه، وهل هناك علاقه غير مرئيه بين ضغط المباريات، بين الاصابات بفيروس كورونا، بين الاجواء الحاليه اللي ممكن يحصل فيها امور شبه كده، ولا لا دي حادث او حاله فرديه اكيد وراها تفاصيل تانية مختلفه؟ سؤال حضرتك في غايه الاهميه. اولا لو احنا هنيجي نتكلم على الاسباب اللي ممكن تؤدي الى ده في الملعب، هي اسباب كتيره قوي، ولكن الكليه الامريكيه لطب القلب، طب القلب الرياضي، الفيفا ميديكال، القسم الطبي، قسموا اللاعبين ما بقى قبل ال 35 وتحت ال 35. هذا اللاعب سنه 29 سنه، فهناك اسباب اكثر شيوعا في هذا السن اللي هي ممكن تؤدي الى حدوث هذه السكته القلبيه، واهمها هو اختلال ضربات القلب نتيجه الضغط العالي اثناء المباريات. واحنا مش انا طبعا ما اعرفش هل هو واخد راح كفايته من الراحه التامه من النوم ولا لا. خد بال حضرتك برضو ان الاستريس والضغوط وضغوط الجماهير والكلام ده كله ده في حد ذاته على اللاعب يؤثر احيانا. في بعض اللاعبين ما بقاش عنده القدره انه يتحكم في اعصابه، فتبقى انفعاليه ممكن تؤدي الى حدوث مشاكل في القلب. رقم ثلاثه، ان احنا ممكن يكون عندنا عيوب خلقيه في القلب، وهي زي اللاعب الكاميروني اللي احنا وقفناه عن اللعب في بطوله افريقيا اللي فاتت، اللي كان عنده مشكله في احد شرايين القلب وهو خروجه من بين الشريان الاورطي والشريان الرئوي، وده خطر على حياته، وده بيؤدي الى هذا المشهد. الحاجه اللي برضه عايز اللي حضرتك قلتها دلوقتي، هل الكورونا ممكن يبقى لها ربط؟ حتى الان هذا المرض كل يوم بنكتشف فيه جديد، بدليل ان امريكا دلوقتي بدات وقفت اكثر من داخلين في حوالي 26 الى 30 لاعب عن اللعب، لان لقوا ان هم اصيبوا بفيروس كورونا، وفيروس كورونا اثر بالسلب على عضله القلب، وده بان بعد 6 شهور. قبل حضرتك بعد 6 شهور من رجوعهم وتعافيهم لقوا ان بالرنين المغناطيسي ان ما زال هناك في نسبه التهاب بسيطه اصابت عضله القلب، مما ادت الى حدوث مشاكل لهؤلاء اللاعبين. يبقى اذا احنا ما زلنا قدام مش فحص القلب الرياضي فقط، لا احنا اي واحد هيصاب بفيروس كورونا من اللاعبين، بالذات اللاعبين اللي بيخشوا في مضمار المسابقات اللي فيها مجهود عالي وستريس عالي، احنا محتاجين ان احنا نزود الفحوصات بتاعتهم بحيث ان احنا نبقى مطمئنين عليهم اكتر واكتر، زي الرنين المغناطيسي للقلب.
صحيح. طيب أسأل سؤال برضه يا دكتور، هل الأطقم الطبية عندنا في مصر بيبقى فيها تخصص قلب؟ يعني كل طاقم طبي بيبقى فيه دكتور للقلب متواجد مع الطاقم الطبي، ولا ده مش لا شرط، وده ما بيتعملش بيه في العالم، ولا بيتعمل بيه في العالم؟ هو مجرد سؤال الحقيقة، ما عرفش هل ده موجود ولا لا. حضرتك يعني المركز الوحيد في مصر وافريقيا اللي هو متخصص بامراض قلب الرياضيين هو في مستشفى الدوله، وهي مستشفى وادي النيل، وهو المركز الوحيد ومعتمد كمان ايضا من جامعه ليفربول في انجلترا. نادي ليفربول مثلا، لو هاخد لحضرتك مثال، عنده دكتور القلب الخاص بهذا النادي. ايفرتون اللي في نفس بتاع عنده دكتور القلب اللي خاص به، ولكن لان ليفربول حجما اكبر فالدكتور اللي في ليفربول هو المشرف على الانديه اللي موجوده في اغلب في المدينه بالظبط كده. رقم اثنين حضرتك، احنا في مصر عندنا الطاقم الطبي بيبقى فيه علاج طبيعي واصابات، لان دي يمكن اكتر حاجه بيتعرض لها. أيوة. لكن انا مش هطلب ان يبقى فيه دكتور قلب موجود في الفرقه، لكن انا بطلب ان كل الفرق الطبيه لازم تاخد على الاقل شهادة الإنعاش القلبي الرئوي المعتمد دوليا. حلو، ده كلام مهم قوي. لابد عندنا اعتمادين دوليين، اعتماد من الأمريكان هارت والجمعية الأمريكية لأمراض القلب والجمعية الأوروبية لأمراض القلب. دورة الإنعاش القلبي، أيوة بالظبط اسمها كده، دورة الإنعاش القلبي الرئوي الأولي والمتقدم. المتقدم بياخدوا الدكاترة، الأولي بياخدوا حتى اللاعبين، حتى اللاعبين ممكن ياخدوه، يبقى معاه شهاده، والشهاده دي بتبقى عباره عن كارت صغير جدا يتحط في محفظتك، لان انت وانت مسافر حد يحصل كده، مجرد ما بتطلع ده الناس بتسيبك، لان انت معتمد دوليا واخد حتى تتعامل ازاي مع هذه الحاله بالظبط. النقطه الثانيه هو جهاز الصدمات الكهربائيه الذاتي التشغيل اللي هو الاي اي دي اللي احنا شفناه النهارده ده بالظبط. ده مهم جدا، لازم يكون في الملاعب، في المدرجات، في غرف تغيير اللبس، الحاجات دي كلها. الجهاز ده انت حضرتك لو حد ما بيعرفوش الجهاز ده اوتوماتيك بتوصل البادلز بتوعه على صدر الشخص وبتشغله. بيوصل فيه لاكثر من 7 أو 8 لغات وبيحدد، بحيث ان الشخص ده لو عنده ضربات بطينيه، ضربات بطينيه، بيديله الصدمه الكهربائيه المناسبه بحيث يرجع النبض لطبيعته، وبيقول لك يتكمل الانعاش او ان الشخص ده رجع. طيب عندي سؤال يا دكتور، بحكم التخصص في حالة إريكسن، هل اللاعب لما بيمر بالمرحلة او الازمة بتاعت السكتة القلبية اللي حصلت للاعب المنتخب الدنماركي، هل بيعود بنفس الكفاءة، ولا بيحصل احيانا خلل دماغي ما لانه حصل بطء في نقل الدم للمخ بسبب السكتة القلبية، حصل شوية مشاكل فيظهر عليه أعراض من نوعية البطء في الكلام شوية، هل في حاجات شبه كده ولا لا؟ هو يقدر يمارس حياته الطبيعية، يقدر يرجع تاني؟ لا ما يقدر، يعني أكيد مش بتكلم على البطولة، بس بتكلم على حياته بقى العامة وتفاصيلها. يعني سؤال حضرتك غاية في الروعة والجمال والدقة كمان. اولا احنا هنعدي معلومه بسيطه قوي. المخ عشان تقدر تقول ان الشخص ده فقد او حصل له ديفيسيت او مشكله في المخ، المخ بيقدر يتحمل نقص الاكسجين من 3 لـ4 دقائق. لو بصيت حضرتك في الوقت، احنا ما كملناش الوقت ده، واخد بال حضرتك؟ واهميه الانعاش القلبي ان انت بتبدا تشتغل على الـ على الـ على القلب بحيث ان انت ترجع الدم الايه للمخ، بحيث ان احنا نحافظ على كميه الايه على الدم اللي بتروح. اللي هيحصل للاعب ده كالاتي، اللاعب ده زي ما بيقولوا بالمصري كده ببلدي، هيتفحص من شعر راسه لاخمص قدمه، هيتعمل له كل حاجه، وهيتشاف ايه السبب ده، هيتعمل له اشعه مقطعيه على المخ ورنين على المخ، هيتعمل له اشعه مقطعيه على الشرايين التاجيه علشان يشوف الدنيا ماشيه، هل في مشاكل في شرايين القلب او عيوب خلقيه ولا لا. هيتعمل له رسم قلب ديناميكي لمده 48 ساعه عشان تشوف هل حصل فيه اختلال في ضربات القلب ولا لا. هيتعمل له موجات صوتيه على القلب لبحث هل اصيبت عضله القلب ولا لا، واذا كان في اصابه حجم الاصابه ولا لا قد ايه. هيتعمل له رسم قلب عادي علشان يشوفوا نوع ضربات القلب ونوع ايقاع القلب
في اللحظه اللي تو ده هيتعمل له عارف حضرتك امتى؟ في الاوضه المخصصه للفرق الطبيه اللي جوه الملعب قبل ما يروح المستشفى. بعد كده هيتم تقييمه. نيجي نرجع بقى يرجع ولا لا على حسب بقى هل في طلع في حاجه اتعالج ولا لا. يعني احنا مثلا عندنا في بعض اللاعبين بيبقى عندنا حاجه ما يسمى الضفيره الكهربائيه الزائده. الضفيره الكهربائيه ديت لما اللاعب يتعرض لستريس بتبقى ضفيره كهرباء بتوصل الكهرباء القلب بشكل يعني مش في مساره الطبيعي. ممكن تعمل الموقف اللي حصلناه اللاعب بيخش بيعمل كي وقطع لهذه الضفيره الكهربائيه وبيرجع يمارس رياضته طبيعيا. عندنا مثلا لعيب زي كاسياس لما جاله حصل له احتشاء في عضله القلب ووقع وجاله جلطه في القلب. حجم الاصابه واذا كانت بسيطه لا ما تعديش اكثر من 5-10% من عضله القلب مع تاهيل لمده 6 شهور يقدر يرجع لايه؟ لممارسه الرياضه. في حالات مثلا زي مثلا تضخم العضله الانسدادي اللي ده بيمنع منعا باتا من ممارسه اي رياضه عنيفه. وبالتالي على حسب اللي هيطلع. وعلى فكره الايام الجايه كلها هيبدا يطلع التقرير الطبي لانه قبال حضرتك احنا 2021 اللاعب وقع في الملعب تم انقاذه. لا كل دكاتره العالم هيبقوا مهتمين يعرفوا بالضبط. ايه اللي حصل يعني اكيد ده هيتنشر في دوريه من الدوريات العلميه اكيد التقارير الطبيه ديت هتبقى اشهر من النار على العالم يعني بالدكاتره كمان اللي كانوا شغالين في انعاشه لانه دي مش حاجه سهله وزي ما حضرتك بتقول كان قدام العالم كله. احنا لينا حلقه يا دكتور لازم نتكلم فيها الحقيقه عن الطب الرياضي ولينا تفاصيل كتير لازم نتكلم فيها بمشيئه الله. انا بشكر حضرتك وباكد مره ثانيه اذا سمحت لي في عجاله ضروري جدا من اتحاد الكره المصري والاتحادات الرياضيه ان هي كل الفرق الرياضيه لازم فيها على الاقل 2-3 حاصلين على دوره الانعاش القلبي الرئوي الاساسي المعتمد. عظيم. مش بقول مش مجرد محاضره لازم يكون معتمد علشان نمشي تبع توصيات. بشكرك يا دكتور. بشكرك يا دكتور. بشكرك يا دكتور. شكرا جزيلا دكتور احمد اشرف.